مثلا الهيئة الوطنية لإصلاح الأعلام والاقتصاد هي مؤسسة تعديلية صدرت بقانون بمرسوم، يعني هي ما هي جمعية ولا هي منظمة غير حكومية، اللي هي منظمة غير حكومية عندها عمل معروف يعني وعمل نضالي. صحيح أنه أعضاء الهيئة هم متطوعين، لكن هي هيئة تعديلية انستانس دو ريغولاسيون جات بقانون، والمفروض أنه الهيئة هذه بعد ما كملت واقترحت القوانين أنه فورا يتم إنشاء الهيئة السمع البصري الهيكل. يعني أنا أعتقد أن وجودنا يعطل ويعطي ربما غطاء للأطراف اللي حب تتنصل من عملية إصلاح الأعلام. واليوم أنا نشوف حاجة غريبة جدا ولاحظتها في الأسبوعين الأخيرين، يعني نفس الخطاب اللي كان بن علي يروج فيه. يعني أنا نتذكر وقت النقابة الصحفيين محاصرين بالأمن ومحاصرين حتى في ديارنا، وكان وزرة بن علي في الخارج يقولوا لا الإعلام لاباس، وشوفوا نقابة الصحفيين نقابة مستقلة وعندها تقارير نقدية للحكومة. اليوم نفس الخطاب، وزرة الحكومة الحالية يمشوا لبرا يقولوا احنا عندنا قوانين منفتحة المرسوم 115 و116 واحنا عندنا هيئة تعديلية وعندنا حرية الإعلام. يعني وافي الداخل يعني تقتل القوانين هذه، توضع على الرف والمبادرة الإصلاح تقتل. أنا عندي قناعة ثابتة أنه لا نية في الحكومة الحالية اللي هي باش تكون الحكومة القادمة واللي هي عندها نية أنه تبقى إلى الأبد، لا نية لديها في عملية الإصلاح. أنا أعتقد أكبر عدو لحرية الإعلام هي الحكومة الحالية. اليوم بكل وضوح لا رغبة يوصل أنه بعض المستشارين يتحدث عن هيئات تعديلية إسلامية، ما نشوف حتى معنى. يعني أنا أعتقد أنه لا رغبة للحكومة في إصلاح الإعلام، وهذا الانسحاب هو يعني خلي يكون بشكل واضح على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ونحطوها أمام الأمر المقضي، عليها أن تفعل فورا، مش بالضرورة أن الأعضاء الموجودين حاليا يكونوا في الهيئة القادمة. على الحكومة أن تفعل فورا هيئة الإصلاح، هيئة الاتصال السمع البصري فورا إذا عندها رغبة. وأنا في اعتقادي ما فماش الرغبة هذه، ربما سيطول الحديث وبش يطول النقاش وبش يلقوا أي تعلة للتنصل والتفصي من عملية الإصلاح. نكرر، لا رغبة لديها. ما وقفت عليه الهيئة أنه الحكومة ليست لديها أي إرادة، بل العكس هو صحيح. يعني عملية التدخل في وسائل الإعلام، عملية الضغط على مدراء وسائل الإعلام، يعني هناك تمشي على خطى بن علي في مسألة الإعلام.